الحكم الايطالي شاشي جوليو وكمان لعبة حلوة. هو مصطفى عبده يجيب الثالث بقى يجيب الثالث هو الثالث بقول لك. اول لعبه يلعبها شطه يلعبها مصطفى عبده. قلت لك انا نورتين مصطفى ثالث. مصطفى هيجيب الثالث. على ارض لعباس يلعبها للخطيب. خطيب ماشي يجمع هشام لم الكره الخطيب ولعبها عليها لمصطفى عبده. يلعبها من فوق الجول الثاني والنادي الاهلي. جول النادي الاهلي جول الفوز. 1-0 مصطفى عبده بيعدي وبيمشي وبيجيب الجول الاول. 1-0 يمكن اغلى جول. مصطفى عبده بيجيب جول النادي الاهلي في وقت فاضل من المباراه. وعد فاضل 1-0 خدها منه على طول. لاعب شمال بيتحرك اختار مكانه خدها بالعرض. ضربة حرة غير مباشرة لعبة حلوة. مصطفى عبده بيحطها حلوة وعادل ودخل جوه الجول. جوه الجول لفت الكورة حلوة موزة. طاهر أبو زيد خلصها كويس لعلاء. علاء عبد الصادق باك يمين لعلاء ميهوب. من علاء عبد الصفر لعلاء ميهوب بحل عليه نيجانجو والكوره العرضيه وماري يحطها على مصطفى عبده. يا سلام مهير رياحها لمصطفى عبده ويجيب مصطفى عبده الجول رقم 104 105 للنادي الاهلي في بطولات افريقيا. النادي الاهلي كان جايب 103 قبل ماتش النهارده. بالجول الثاني اللي يجيب مصطفى عبده يبقى النادي الاهلي يجيب 105 جول في بطولات افريقيا. ومصطفى عبده بالرغم انه من عمره في بطولات افريقيا من عمر اشتراك النادي الاهلي من 76 انما للاسف كان جايب جولين بس قبل كده. النهارده يجيب جول يبقى الجول الثالث ليه في بطولات افريقيا. مصطفى عبده والحارس علاء ميهوب. مصطفى عبده من بعيد حلوه. يا سلام برافو يا مصطفى. لمح الجول وهو بره صلاح حطتها لب من فوقيه. الجول اهو لمح نزل من الجول بره لب من فوقيه ما يلحقهاش وتعدي وتلب في الجول. حلوه حلوه حلوه. فتحي مبروك مصطفى عبده. مصطفى عبده كمان واترفعت اهي. مصطفى عبده بيخدرها حلو. هيلعبها بخبرته حلو. مصطفى عبده برجله الشمال ومجدي عبد الغني جول قنبله. مجدي عبد الغني 25 سنه. مجدي عبد الغني والخمس اهداف. مجدي عبد الغني يا سلام يا مجدي. طالع ايه وهت ايه وحلاوه ايه جوه جول قنبله مجدي عبد الغني. انما جول حلو كورنر مصطفى عبده. لسه بقول لحضراتكم سيطره تامه من النادي الاهلي. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه تقريبا 33 ومصطفى عبده بالعظمه. يلا هوبا ايه خطير. حلوه لمصطفى عبده جميله وبالعرض. هو الجول الثاني. الجول الثاني ده يا ابو زيد. خط الهجوم من اليمين للشمال فمصطفى عبده زكريا ناصف طاهر ابو زيد. مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين.
كل مصر كلها بخير، والأمة العربية كلها يا رب بخير، وجماهير النادي الأهلي دايما تبقى سعيدة. بنبدأ آخر حلقة في سنة 22، وبالمناسبة الحلقة جات النهاردة وبداية السنة الجديدة يوم سبت يوم حلقتنا النهاردة. احنا يعني أنا بشكر طبعا قصة البرنامج كلها، المخرج والمعد والمصورين والديكور كل الناس كلها اللي كانت قلبها على برنامج المجري. النهاردة بنختم سنة تالتة، يا رب كده نفضل كلنا وإحنا بخير، ما ينقص مننا حد، وكلنا نكون بصحة وسعادة. النهاردة المخرج طبعا والإنتاج والإعداد مدلعيننا قوي، جايبين لي أهداف القديمة بيفكرونا بالزمن الجميل، فأنا بشكرهم وبقول لهم يعني دايما كده معانا صوت واحد وإيد واحدة إن إحنا قدرنا نعمل برنامج، والحمد لله فضل من ربنا إن إحنا قدرنا نقول إن إحنا بنعمل حاجة جديدة. أنا عارف البرنامج فيه حاجات كتيرة جدا ناقصة، ولكن إحنا بنحاول نجدد ونطور من نفسنا حلقة بعد حلقة. قبل ما أبدأ إن شاء الرحمن مع حضراتكم، تعالوا نشوفوا إحنا جبنا مين. جزء بسيط كده من تقرير بسيط في حلقات 22 مين المجري، نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. أهلا بيكم في برنامجكم الجديد المجري، هنكون موجودين معاكم إن شاء الله لو لنا عمر كل يوم سبت سهرة خاصة في برنامج المجري، هنستضيف فيه كل النجوم. مع انطلاقة المجري في أولى حلقاته في يونيو 2021 مع الكابتن مصطفى عبده، ما شفناش ولا هنشوف ضيف أقوى من كده وأجمل من كده في بداية مشوارنا في حلقات المجري. وكان في ضربة البداية وفي أول محطة الكابتن حسن حمدي القيمة والرمز الكبير، وحتى الآن في نهاية سنة واستقبال سنة جديدة ونحن أخذنا على عاتقنا تقديم كل ما هو جاد ومفيد، فلم نستضف إلا النجوم السوبر كي نقدم القدوة والرمز والمثل الأعلى لكل الناس شبابا وكبارا نساء ورجالا، كي يشاهد الناس القيمة والأدب والأخلاق من هؤلاء النجوم. لهذا فنحن دائما ندقق في أي شخصية نستضيفها. شخصيات كثيرة استضفناها في 2022 كان الهدف منها نبذ روح التعصب، وأن الأهلي كما هو الكبير فقناته مفتوحة للجميع تهتم بهم وتسلط الضوء عليهم. شفنا الحلقة الجميلة لنجم الزمالك كابتن أيمن منصور، وحلقة نجم الشواكيش كابتن شاكر عبد الفتاح، ورحنا للجبل الأخضر مع ذئاب الجبل ونجم المقاولون العرب الكابتن سعيد الشيشيني، وقبله الدكتور علي شحاتة، ورحنا اسكندرية مع نجمها الكبير الكابتن الجارم والكابتن طارق العشي، وكمان رحنا إلى غزل المحلة مع نجمها الأسطورة الكابتن عمر عبد الله، وشفنا الخال فهمي عمر الرمز الإعلامي الكبير. ومن الأهلي شفنا نجوم كبيرة قوي زي هاني رمزي وسيد معوض وسيد عبد الحفيظ وبدر رجب وعادل عبد الرحمن وربيع ياسين ووليد صلاح الدين وخالد جضلة وإسلام الشاطر وعادل طعيمة ومحمد يوسف وأحمد ناجي وأحمد سامي وغيرهم كتير وكتير من نجوم الأهلي هتشوفوهم في نهاية الحلقة. المجري أنهى سنة ويستقبل معكم سنة جديدة إن شاء الله تكون سنة خير على مصر كلها. وداعا 2022 بكل ما فيها، وأهلا 2023 بأحلام وأمنيات جديدة ستتحقق بفضل الله تعالى. سنة سعيدة إن شاء الله. أنا بقول الحمد لله، الحمد لله رغم الجهد الكبير اللي بذلناه
انا وفريق الاعداد وكل الناس المسؤوله في قناه النادي الاهلي، اللي احنا قدرنا نطلع شيء نسعد بيه الناس، نقول للناس ان كان فيه، نقول للجماهير اللي هي الجديده ان كان فيه ناس قدرت توصل معلومات وقدرت عملت تاريخ كبير جدا. وزي ما بقول لكم هو تاريخ بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، والتاريخ هو اللي بيشهد على الكلام ده. اللي وجدناه من ردود افعال للبرنامج هون علينا حاجات كثيره جدا، واحنا لما بنشتغل بنشتغل وبنسيب كده شغلنا كده على الله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي بيوفق. وبعد كده تسمع كلمه حلوه من اللي احنا عملناه، فدي حاجه كمان يعني ما فيش بعد كده. فاحنا لما بنعمل حاجه كويسه بنسمع رد فعلها من الناس، والناس طبعا ليها راي ورايها يهمنا جدا، هي جماهير الرياضه. احنا بنعمل حاجه، بنعمل حاجه للتاريخ، بنأرخ للنجوم استطاعوا ان يحطوا اسمهم بحروف من ذهب في عالم الرياضه المصريه. على فكره البرنامج مش هيبقى للرياضه بس، لا ده هيبقى لحاجات كتيره جدا، لكل الناس اللي متعونا سواء في الفن او في الغنى، في كل المجالات اللي احنا طبعا بنعيشها في حياتنا. احنا بنحاول نجيب الناس دي عشان نسعد المشاهدين ونسعد الناس اللي هي اسعدتنا. ولما بنسمع كلمه حلوه وكلمه طيبه دي تبقى عندنا حاجه كبيره قوي قوي، بتنسينا بقى اي صعوبات احنا كانت واقفه قدامنا للنجاح، وبيبقى طعمها حلو لما بتعمل شغل بتعب كده وبتسمع كلام بيبقى طعمها حلو قوي. انا شخصيا الحمد لله، ولا اعوذ بكلمه انا شخصيا ما كنتش متوقع النجاح الكبير للبرنامج ده. انا قلت هعمل حاجه كده يعني نسلي بيها الناس ونسلي بيها انفسنا، لكن بجد انا ما كنتش متوقع النعمه اللي ربنا انعم علينا بيها، وبقى رصيدنا كبير عند جمهور النادي الاهلي وكل جماهير الكره المصريه وخاصه وعشاق كره القدم عامه. وهو ده هون علينا الطريق في حاجات كتيره جدا، وانا عارف ان في بعض الحاجات احنا عاوزين نزود بيها البرنامج، وان شاء الله الفترات اللي جايه وتبعتوا لنا على ارائكم، ان النهارده زي ما بقول لكم دي حلقه خاصه عن موسم طويل سنة 22 بحلوها ومرها وكل حاجة اتحققت فيها. وده كل حاجة اتحققت فيها كان بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكان فضله كبير علينا قوي قوي قوي، وقدرنا نطلع حاجة بشكل أنا مكنتش متوقعه. وده بقول لكم ده ردود الأفعال في الشارع المصري، وبشوفها في عيون جمهور النادي الأهلي، مش جمهور النادي الاهلي بس، لا ده كل جماهير الكره المصريه، لان احنا ما بنشتغلش على 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 نجوم النادي الاهلي بس، احنا بنشتغل على نجوم كل الانديه المصريه وغير المصريه، وفي مسؤولين بعد كده وفي وزراء، ساده الوزراء هيبقوا موجودين معانا بعد كده، وكلمناهم وكنا بنقابلهم في اي مكان، وكانوا بيدونا شهاده سق نجاح على البرنامج اللي احنا ربنا اكرمنا بيه. ودي شهاده للنجوم الرياضيين والإعلام، وكمان الاتصالات اللي احنا بنتلقاها من بره مصر، وده بقول لكم ده فضل من ربنا، فكرتنا ووصلت للناس الفكرة بتاعتنا اللي احنا عاوزين نوصلها. احنا بنقول في أجيال بتسلم أجيال عملت تاريخ. حظهم كان وحش ان ما كانش فيه إعلام ساعتها، وكان فيه تلفزيون وفي الكلام ده كله، احنا بنحاول نردهم لو جزء بسيط من اللي عملوه، ونفكر بيهم كل الناس اللي هي بتعشق كرة القدم المصرية أو الرياضة المصرية. وزي ما قلت لكم إحنا هيبقى في مجالات كتيرة جدا، مش في الكورة بس، في كل الألعاب، في كل المجالات اللي موجودة إن شاء الله. فعشان كده أنا بقول يا رب تكون سنة عدت بحلوها ومرها، ونستقبل سنة جديدة، ويبقى مصر دايما اسمها في العالي زي ما هي في العالي في العالي إن شاء الله. وزي ما قلت لكم كنت بقول في كل الحلقات إن مصر رجعت. مصر رجعت، ما رجعتش كده، لا ده رجعت بتعب وجهد، بقيادة سياسية محنكة قدرت ترجع مصر تاني، مش ترجع مصر كاسم بس، لا ده رجعته في كل المجالات. بقى اسم مصر دلوقتي بيلعلع في العالم، بقى اسم مصر دلوقتي ليه كيان، والكيان موجود، بس خلاص بقى مصر ليها كلمتها، وهي اللي بتحدد وهي اللي بتقول وهي اللي بتعمل ميعاد. واحنا شفنا آخر حاجة كان عندنا مؤتمر المناخ اللي كان موجود في مصر، شفنا العالم كله كان موجود عندنا، إذن مصر بتتحكم دلوقتي
زيها زي أي دولة كبرى من الدول الكبيرة دي. فإحنا من هنا بنقول لحتى القادة السياسيين اللي على رأسهم سيادة الرئيس، كل سنة وانتم طيبين، السنة الجاية إن شاء الله نشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. وإحنا بنقول إن إحنا مصر إحنا بدأنا، وزي ما حضرتك قلت لنا قبل كده إحنا عايزين مصر دي في العالي. إحنا بدأنا المشوار ومكملين وراك، مكمل كل أطياف الشعب كلها مكملة معاك إن شاء الله سيادة الرئيس، وكل مع الحكومة ومع مع كل الناس كلها المسؤولة عن اسم مصر. ودايما كلنا نحط ايدينا في ايد مصر، في ايدين بعض كده، عشان نرفع اسم مصر.